ومرة أخرى نذهب للأقصر. الزميلة لما جبريل موفدة أكسترا نيوز إلى الأقصر. إليك لما. شكرا لكم في الاستوديو. مشاهدينا الكرام، مصر الحضارة، مصر التاريخ، مصر التنمية والتطوير، مصر الحاضر والمستقبل، مصر الجمهورية الجديدة. هي تلك ومنذ تولي الرئيس السيسي لقيادة البلاد دائما نحو الأفضل، دائما مشاهدينا الكرام تتطور. والحقيقة في هذه الفترة نستعيد أيضا أمجاد هذه الدولة العظيمة، دائما نحو التطوير والتنوير. لحظات قليلة أو دقائق خلاص تفصلنا عن بداية إحياء طريق الكباش بعد 3000 عام بنفس العظمة. من خلفي مشاهدينا الكرام توضع اللمسات الأخيرة لبدء مراسم الحفل بشكله وبمحاكاة حقيقية لما كان يحدث منذ 5000 و3000 عام من عظمة هنا في طيبة قديما والأقصر حديثا. حقيقة هنا أرى حقيقة عمل من نار كما يقال من كل أفراد هذه المنظومة والمؤسسة لخروج هذا الحدث بما يليق بالدولة المصرية وبمحافظة الأقصر العظيمة. معبد الأقصر هو طبعا من ضمن أهم 7 معالم مدرجة في التراث العالمي المصري وعلى رأسهم لأهميته ولعظمته. أنا أقف الآن في الجانب المخصص لوسائل الإعلام والوكالات الأجنبية من حول العالم لنقل هذا الحدث لحظة بلحظة للعالم كله في انتظار الدولة المصرية اليوم تعيد الأمجاد. والحقيقة أنا أرى أنه ليس فقط إعادة أمجاد ولكن كمان الدولة المصرية هذه الليلة تعنون وخبر رئيسي وهام على معظم إن لم يكن كل وكالات الأنباء وأهم الصحف والقنوات العالمية في انتظار هذا الحدث. طريق الكباش بداية من الكرنك وصولا هنا لمعبد الأقصر، مراسم رسمية تبدأ ومحاكاة حقيقية عبر النهر وعبر البر لاحتفالية الإله أو الثالوث الطيبي، الإله أمون والإلهة أمانت والإله سونخنو. إليكم في الاستوديو لو يعني نتكلم على الكواليس بشكل أكبر. لما طبعا بشكرك على كل التفاصيل والمعلومات اللي قلتها لنا، والحقيقه انه يوم تاريخي ويوم عظيم فعلا في تاريخ مصر. ويمكن رصدت لنا في السابق على مدار الساعات الماضيه ازاي كانت الاستعدادات وازاي كان الاحساس ايضا عند المواطن الاقصري. واحنا بنتكلم عن زياره الرئيس النهارده لاسوان ايضا، كيف استقبل اهالي الاقصر كل هذه الاستعدادات وكل هذا الزخم في المحافظه؟ ايه ابرز المشاهد اللي ممكن تقولها لنا وترصدها لنا؟ إيمان بصي، في مشاهد عديدة وفي تعبيرات دقيقة جدا لأهالي الأقصر، مشاهد عديدة هي أنا شفت بعيني معاونة وتعاون مع المنظمين أو أفراد الأمن لخروج هذا الحدث بأفضل شكل يمكن له لإدراك كامل لأهالي الأقصر قد إيه مهم هذا الحدث وقيمة حقيقية وعودة هذه المحافظة بشكل قوي جدا على خريطة السياحة العالمية. تعبير آخر سمعته إيمان من أهالي الأقصر من أكثر من فرد الحقيقة، الأقصر في العامين الماضيين كانت في غرفة الإنعاش طبعا لصعوبة الوضع ولأنه هنا الأقصر معتمدة بشكل أساسي على السياحة والعالم كله كان بيمر بأوضاع صعبة جدا متعلقة طبعا بجائحة كورونا وصعوبة التنقل، توقف قطاع السياحة بشكل كامل. فالحقيقة في إدراك كامل يا أمين أنه إحنا هنا بنعيد الحركة مرة أخرى للأقصر. والحقيقة أنه من خلال مشاهداتي أنا يمكن قلت لزملائي في المداخلات الماضية بالفعل الحركة عادت بشكل قوي جدا هنا للأقصر من خلال المشاهدات العادية وحتى من خلال الأرقام والإحصاءات الرسمية. لما وكالات الأنباء تتحدث عن بين قوسين أهم حدث أثري في مطلع القرن 21، ربما يكون البريق المصاحب للهالة السياحية لهذا الحدث ربما تكون كده أبعدتنا بعض الشيء عن القيمة الأثرية الهائلة لترميم أكثر من 1000 تمثال وافتتاح طريق لم يكن مفتتحا لمدة 2000 ولا 2500 سنة. لديك من زوار
اللي متوقع أنهم يشاركوا معنا في الافتتاح زوار الأجانب، لديك أثريين يدركون قيمة هذا التطور الأثري المهم عالمياً؟ أستاذ محمد، طبعاً بشكل كبير جداً جداً، لأنه زي ما حضرتك ذكرت إحنا بنعيد إحياء مناطق مش منطقة بطول 2700 متر، عملية الترميم وعملية إعادة الإحياء أكبر متحف مفتوح في العالم هنا في مدينة الأقصر، بيوصل بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر، وأهمية شديدة جدا في طيبة آنذاك، وطيبة كانت هي الدولة أو المدينة الرئيسية للدولة المصرية كلها، لأنه خرج من طيبة الملوك اللي وحدوا مصر، فكانت في هذه الفترة تحديدا من الأسرة 18 وصولا للأسرة الحادية والعشرين، أو عفوا للفترة الحادية والعشرين قبل الميلاد، كانت لطيبة أهمية خاصة جدا ومستوى رفيع جدا. والحقيقة أنه وصولا للعصر البطلمي كان بيتم إحياء هذه الاحتفالات وهذا العرس المقدس بين الإله أمون والإلهة أمونت، عيد الأوبت، وكان بيتم استعراض القوة المصرية، لأنه العيد ده بيحصل بعد عيد الحصاد، فكان بيتم استعراض القوة المصرية والحصاد، وطبعا هو يعني كتقديم كرابين للآلهة، ولي مغزى ومدلول سياسي أيضا هام جدا عند قدماء المصريين، لأنه كان بيعيد شرعية أو بيهدي من جديد زي تجديد لشرعية الملك، لأنه الكرنك كان فيه كهنة أمون، وكهنة أمون هم قوة سياسية لا يستهان بها في ذلك الوقت. فالحقيقة أنه هي عملية مبهرة لقدماء المصريين، وإعادة هذا الفكر مرة أخرى، وإبراز أنه الحقيقة حضارة وتاريخ ولا أعظم. لما الحقيقة أنه في كل حدث مهم زي ده وحدث تاريخي مبهر، وإحنا الحمد لله بنبهر العالم، يمكن أتذكر معك موكب المومياوات وكيف انبهر العالم وكيف كان رد الفعل في كل الوكالات العالمية حول هذا الحدث. لكن السمة الرئيسية الآن، ويمكن اللي ما كانتش موجودة زمان، هي حالة التنسيق والحلقة المتكاملة اللي بتشتغل فيها كل أجهزة الدولة. زي ممكن ترصد لنا هذه الحالة داخل محافظة الأقصر ما بين المحافظة يعني وزارة التنمية المحلية، وأيضا وزارة السياحة والآثار والجهة المنظمة، وأيضا وزارة الصحة حتى طبعا نظرا لما نحن فيه الآن من بعض الإجراءات الاحترازية. يعني كيف من الممكن أن تنقلي لنا هذه الحالة، لأنه حتى الشباب في المدارس وفي الجامعات ورد أيضا إلينا أنهم مشاركين في هذا الحفل، إزاي تبعتي هذه الحالة التنسيقية بين كل الفئات وبين كل الجهات؟ بصي مندي، نقطة مهمة جدا، لأنه الكل اللي شغالين هنا ملاحظين أنه في تذليل هائل لكافة العقبات، محدش بيحاول يوقف شغل حد على الإطلاق، في تنسيق كامل، في تزيين وإعادة إحياء لشوارع الأقصر، تجديد بشكل كامل للشوارع، الكورنيش منظر عبقري الحقيقة، التنظيم هنا مع دخول معبد الأقصر، وهو المكان طبعا الرئيسي للحفل الليلة، واللي فيه متواجد الزوار، كبار الزوار، وطبعا على رأسهم الرئيس السيسي، ومن خلفي وكالات الأنباء. الدخول يجب أن يكون بمسحة سريعة أو الرابيد بي سي آر تيست، محدش بيدخل من غير هذه المسحة. تنسيق كامل بين الأفراد، العملية بتتم في 5 دقايق، الدخول بيتم بشكل سريع جدا، مفيش حد بيتعطل برة، على الرغم أنه محدش برضو بيدخل من غير هذه المسحة أو الرابيد بي سي آر تيست. فالحقيقة الأمور بها تيسير، وتسير بشكل هائل من كافة جهات الدولة للخروج بهذا الحدث بأبهى صوره. والحقيقة يعني أنه علوا سقف توقعاتنا، يعني الدولة المصرية بانتظار حدث بضخامة هائلة. وخليني أتكلم نقطة يمكن ليها علاقة بالفرق بين حفل المومياوات وحفل الليلة المتعلق بعيد الأوبت. حسب النصوص أنه حفل المومياوات الملكية كان بيرصد وبيدقق لعقيدة المصريين
للحياة أو للحياة ما بعد الموت. الحياة أنه حفل اليوم واحتفالية اليوم بترصد والحقيقة بتدقق ومهتمة، وهدفها الأول هو الحياة عند المصريين، هو عيد مقدس لهذه الزيجة وللحياة وإعادة الحياة ودورة الحياة. فالحياة معنى وهدف هام جدا، وإحنا بنحتفل بالمناسبة هذه الأيام فعلا بعيد الأوبت عند قدماء المصريين. بالضبط يا لما، لعلك لاحظتي مثلي أنه كل ما تسألي حد من المسؤولين الكبار عن هذا الاحتفال الهائل تقولي له تفاصيل يقول لك مفاجأة، في مفاجآت كتير هنبهركم زي ما أنت قلتي كده. من بين المفاجآت دي هل تتصوري أن يعلن مثلا أنه كل سنة في نفس هذا الموعد سيقام مهرجان طريق الكباش كحدث عالمي سياحي وأثاري إلى آخره؟ هل تسربت معلومات من هذا القبيل؟ هل هذا مستبعد؟ لم تتسرب معلومات أستاذ محمد من هذا القبيل، ولكنه أعتقد غير مستبعد تماما. أيوة. المصريين أول الحقيقة من أقاموا مهرجانات واحتفالات بهذا الشكل، كارنفال يعني زي ما بيقولوا. أنا سامع، على ضفاف نهر النيل اللي عندي كمان. وبالعكس أنا أعتقد أيوة. إنها فكرة هايلة يعني. دي الاستعدادات فعلا. أيوة. في بروفات شغالة وفي الموسيقى لدخول الرئيس والأغاني أو المقطوعات الموسيقية اللي هتشتغل خلال الحفل. وطبعا احنا بنقول انه ترنيمة أمون هي أهم ترنيمة هيتم عزفها الليلة، ودي اللي كانت مدونة هنا على جدران معبد الأقصر كقصة كاملة للإله الأمون وما له من أهمية وقدسية خاصة جدا عند قدماء المصريين يا أستاذ محمد.